من الوصايا المشهورة يقول: كن من شرار الناس على بعد ومن خيارهم على حذر. يقول بديع الزمان الهمذاني: اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمقة، إياك واحذر أن تبيت من الثقات على ثقة. وهذا لا يعني أنك ما تأمن الناس ولا تلطف معهم، لا، كن لطيف وبادرهم الكرم والاحترام والعناية والمحبة والاهتمام، لكن لا تقضوهم بالقضاء.